هذا تكير مدام دري السلام عليكم سلا السلام عليكم اخوان كي دايرين بخير نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير كما كتشوفوا هنا السوق راه يوم السبت ندور ان شاء الله نقول لكم الاجواء والله ما يسر الجامع هنا اشمن شحال هنا 170 120 من 120 حتى 170 درهم هادو تقريبا شحال تكون عندهم يعني هنا كاين اللي فيهم واحد ولا عندهم بالنسبة للنمرة قلت لي بغا شي حاجة السوق ياك بغا شي حاجة السوق واش خير من النمرة الله ما يسير خويا فلان خير صحيح الله يحفظك يعافيك ابو يوسف الله يحفظك خويا فلان واش مبروك علينا وعليك واش ما تمنيتش بالنسبة لهذا خاطر جدار خاطر الدري جدار كبير هذا جدار جدار كبير بالنسبه لبزاف ديال الاخوان كيقولوا راه ما كيصدقش دابا راه ما كاينينش المهم الحمد لله هما كاينين عايشين عيش دابا ولا لا عيش عيش لا شمينا شحال هنا 50 اخويا 50 هنا الدكوره ياك الدكوره انا قرع على السوق اللي هو دابا بالنسبه للحسنيه 80 درهم معايا الدراري انا جا عندي حتى الجامع سويت الجامع قال لي اونفاس معاه الزنقة صافي شنو كيف لي هو الواكينه واحد ياك هو الواكينه واحد اخويا كاين شويه ما عطيش الناس لك شويه بان لي ماشي هو هذا فهمتي انا هذا ماشي الفيرو كتشوف فيه كيما غيره ولا لا لا كاين هو واحد بعته الصباح طلع ديال زوج حسني هنا الكوره ياك هاد الكوره اخويا الثمن هو 80 بالنسبه للحسنيه كتعيش ديال دابا راه الحمد لله بخير صوفيا راه هي تقريبا شحال باش كتصوب شحال ديال الدود اخويا الغالي؟ وعلى حساب من كل مره عطيها تقريبا شحال قدا اللي بغى يشريها وما عندوش الدود خاصو يشري تقريبا كوادر خصو ضروري على الاقل سيمانه كوادر كل سيمانه بوا لا وتقريبا هي شحال ضروري يكون عنده الفاطي هي تقريبا شحال باش تولي تاكل الفاطي درك تبين لك تم الماء تولي تاكل الفاطي مزيان كنقص ليه الدود جيبو تما مع التدريجي فهمتيني يعني كتبدا مره كتقص ليه الدود مره ماشي الاول كتصوبها غير تلقى عارف انت بالنسبة للنمرة خويا الغاني 06 68 46 37 78 اللي بغا شي حاجة النمرة والله ما يسر الجامع الله يحفظك خويا الغاني الله يحفظك خير صافي الله يحفظك اللهم بارك بالنسبة كاين هذا هدي حيد ياك هذا اللي دار خويا هذا عنده عامين اصلا ولد ولا جدار هذا؟ الله يمكن ما عرفتش الثمن ديالو شحال؟ 300 الثمن ديالو هو 300 بالنسبة لهنايا لكن الوليدات ديال ريمبو وليدات عندهم 3 شهور هادو وليدات ريمبو عندهم 3 شهور فيها قولتها 3 شهور الثمن ديالهم شحال؟ 135 درهم 35 درهم البياس 35 انا الكوره ونتي هو ياك ما نكذبش على الكوره 3 شهور ما يفرجوش ما يفرجو يعني دابا 3 شهور باقي ما باينينش ما يفرجوش بالنسبة لهنايا هنا واحد الكوكا ديال الموالو مبيضة ياك عندها وليد ديك شوية عندها وليد ومبيضة لا هذيك البيضة ما خرجاتش هي كان عندها كثر كانت بيضة بزاف وكانوا في واحد المسرح مخلطين مع الفراخ وين تبان نحاولوا نقربوا راه ولد كاين ولد تما وبالنسبة للبيض قلت هذيك البيضة خاوية خاوية هذيك مع الفرخ هذيك مع الفرخ هذه الثمن ديالها شحال كيبقى؟ القفز ديالها 150 هذه انا غندوي على كومبلي بولدها بقفزها 150 هاكا يعني 150 درهم قفز راه ناضي قفز ناضي وانا كانت في المسرح هذه مع وسط الفراخ وبرسطوها فهمتش هادشي علاش الفراخ كانت في البادا يا مونغول الزيبرا هادشي علاش شهيدات بالنسبه للنمرة النمرة 06 06 57 96 12 17 اللي بغا شي حاجة النمرة اللهم يسر الجامع الله كي داير بخير صحة الله يحفظك علينا وعليك واش ما تمنيتش الله يحفظك السلام عليكم فين اخ خير الله يحفظك بالنسبة لهنايا هذيك كوكلا خويا معمرة هي راه الناس هو داخل عند الكراهو كاير هو هذا ونتي هو معمرة نتي هو معمرة راه داخل الصندوق تقول له انت الصندوق الساعة
صندوق الجامعة كل شيء جامعة معمرة. هل الثمن ديالهم شحال هادو؟ الثمن ديالهم الاخر كنقول فيها 55 بالقفز ديالها، يعني 550 درهم بقفزها. هادي عندها كاع هاديك 3 ايام 4 ايام تبقى مبيض، يعني هنايا قالك تقريبا 3 ايام 4 ايام تكون مبيضة. بالنسبة لهادي هادي نتيوال كتبقى الاخر ديالها ب 200. هادي الاخر ديالها هو 200 درهم. كاين من غيرهم ولا كاين غيرهم؟ بالنسبة للنمرة 06 27 89 92 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
قلت المغرب من اليوم مرحبا ألف مرحبا. الله يحفظك، الله ميسر، الله يسخر، الله يحفظك. الله كده اخويا انور بخير صحه علينا وعليك والأمة الإسلامية. الله يحفظك اخويا انور. بالنسبه اليوم راه عندنا وليدات ديال الاكولي بيروش اكولي، بالنسبه هادو راه البينو، هادو رشاد ديال السوران مزيان تبارك الله. يعني هادو كيكونوا كيطلعوا بيضين وعينهم حمرين، بيضين وعينهم حمرين. بالنسبه لهذا راه اخضر، هذا هو النورمال ديالو. شاد السوران. بالنسبه للثمن ديال هذا 1250 درهم والالبينو 2000 درهم. بالنسبه للالبينو 2000 درهم، هذا غيطلع ابيض عين حمراء، كامل عين حمراء. انت اكولي اكولي كيجيبها بالكحل، كيجيبها بالخشم بالكحل. والخضر هذا الخضر نورمال، هذا خضر نورمال. اشمينا قلنا الابيض البينو 2000 درهم، بالنسبه للخضر 1250. بالنسبه للاشمينا قلنا قابل كلمه تقص اخويا انور، مرحبا. بالنسبه لهنايا، بالنسبه لهنايا عندنا الكليرتين، الراس بيض والدياله بيضة والصدر بيض. شتي بالنسبه للظهر رشيبي انت اخويا بلوسيات، يعني هذا كيطلع فيه البيض في الدياله ديالو، في الراس ديالو، في الراس ديالو وفي الصدر. شاد السورانك ديالو بصح فريخ. بالنسبه لهذا 2400 درهم، راني عيني حمرين تا هو، عويناش حمرين هما، تكون عيني حمرين. بالنسبه لهذا جرين طاطا تبارك الله، انت شني وحاج حمرين، الظهر تا هو احمر هنايا راه حمر والليمون، هذا حمر يا هذا ليمون. بالنسبه لهذه 1700 درهم. بالنسبه لهذا لاسوينغ شاد السورانك تبارك الله، الثمن ديالو شحال؟ هذا هذا بالنسبه لي 1900. 1900 عين كيدير هذا، عين شحال حمراء؟ بالنسبة لهاد الأشمينة اللي كنا خويا أنوار كلهم يعني كيما تنقص، يعني راه كلهم فيما ينقص. بالنسبة للنمرة 07 30 57 54 24، اللي هو شي حاجة النمرة. اللهم يسر الجميع ومرحبا بالجميع. إطلالة خفيفة على كل حاجة بحيدة. انا خويا رشيد بخير صحه كيدوزي الحمد لله. الله يحفظك. بالنسبه لنا خويا رشيد قلنا كاينين طويرات، ياك هذا جدر، الثمن ديالو شحال؟ الثمن ديالو 600. بالنسبه للقفز ديالو قلنا خويا رشيد هذا اكاجو، اكاجو بسبب اكاجو. شنو هنايا اللعبه ديالك؟ بيسي كلاس اللعبه واقيلا والفراشه. هذا العود اللي هنايا حيت كاين الجاره كيعرفوا هذا الشان هو اللي فيه الشان، وهذا اكاجو. هذا اكاجو. بالنسبه لهادو راه كندويو عليهم، راه اللوان الاصليين ديالهم فيرنين والو، هذا اللون ديال العود. واحد الشويه باش يبان لك راه قفز الشيء. هذا اللون ديال العود في 36 سنتيم. 36 هذا دابا شمن طيور كيخدم لهم؟ شي جداير شي قرع قديم ميز السوق، يعني الميسون موقلي هنا. الثمن ديالو شحال كيبقى؟ كاين 250 اللي بغا راه نقص ليه، ماشي مشكل. اللي بغا تقريبا شحال يبقى خويا؟ خلي لي 220. 220. ما عمرني بعتو بالثمن، هذا بحال بغيت ندير فيه الثمن. يعني هذا بحال بغا يكون هو اللي بقى عندي بغا نقاد. بالنسبة لهنايا هما راه بالنسبة للقفوز اخويا رشيد أي شكل تصايبو؟ أي شكل. أي شكل.
عنده عام و عشر جامعة ديال شحال؟ 700 جامعة ديال 700. بالنسبة للنمرة خويا رشيد؟ 06 06 62 23 72 85. كاينش طويرات من غيرهم ولا كاين هو؟ كاين خير. اللهم يسر خويا رشيد. الله يحفظك. كي اخويا هادي بخير؟ مرحبا. صحيح. مرحبا هاديك الاخوان غيشوفوا الفيديو غيسحبوا الفيديو يعني دار اكثر من يعني درنا فيديو في القهوه وجينا كملنا فيديو هنا ان شاء الله في الجرده يحيدوا من الصداع وداك الشيء ونهضروا على خاطرنا هنا. هذا هو الطير اللي قلنا بغاش يدوي في القهوه راه جبناه هنا. قراود العام هذاك حفاضه قراود العام شبعان كلام تبارك الله. خويا تبارك الله راه باقي المقار ديالو كحل. انا دابا باقي المقار كحل. راه باقي ما صايش الطير. يلاه جيو. شحال قلنا عندو؟ عود العام هذاك. عود العام. قلنا كاين هذا خويا هادي ديال. كاين هذا تا هو الله ما بارك. هذا شحال عندو هذا؟ هذا خويا. عنده عامين. عامين. تا هو تبارك الله راه داوي. راه داوي بما. أجمينا مناش قلنا خويا هادي كتبدا تالين. دي الطوارات اللي كاينين دابا الطوارات اللي عندك تقريبا مناش. سجلنا في القهوة راه 1500 هو الآخر. هذا راه يجي بنادم يتصنط ليه. ومرحبا نديرو معاه ثمن مزيان. تبارك الله راه داوي هذاك الموية راه تصنطو هذا راه ما بغاش يدوي. هذا عندي فيديوهات ديالو راه اللي دوا معايا. انا صيفط الفيديوهات يعني اشمن اخويا هادي كيبداو واش كيبداو من هذاك هذاك هو البديه ولا كاين شي طويرات قل منه؟ كاين قل منه يعني كاين قل من هذاك الثمن؟ كاين قل منه وكاين اكثر منه يعني كاين قل وكاين اكثر كاين فوق 1500 وكاين 1500 وتحت يعني 1000 درهم وتحت كاين غير 500 درهم كاع كاين طويرات ديال 500 يعني الطويرات ابتداء من 500 وانت طالع من 500 وانت طالع نعاودوا النمرة اخويا هادي 066 066 53 58 76 المهم راه الاذان سجل الطويرات الاخوان خلي الاخوان يسمعوا الاذان تا هو ومرحبا
القريع هذا راه يلاه كي قاد في الكلام ديالو، راه باقي المنطار كحل. نعريو عليه كاع يشوفوا الاخوان، الاخوان راه اللي كيبغي يشري شي حاجه راه كيجي عاود يتصنط ليها، واش فهمت؟ سوا زوينه الطويرات اللي كيكونوا شادين الكلام ديما كيكون عندهم سوا زوينه وكتكون حتى لها راس زوينه. واش هذا هادي؟ ها؟ انا خويا شاري والله ما عرفت واش عش ولا لا، وغيكون عش غيكون عش ولا سيبا صغير مسيران يكون سيران. راه باقي المنطار كحل من القدام شويه بالنسبه لهم قبل شي يوم كيدوروا اخويا لا محال شي دور. هادو ديال الكلام، هادو ديال الكلامات، هادو اللي بغى بنادم يتصنع ماشي ديال الهياج. راه هيجي هيجو، ولكن هادو من الاحسن الانسان يخدم بهم. اه بالاحسن الانسان يتصنط تولى بهم، يعني تولى بالكلام. طويره شامو هادو. بالنسبه اخويا هادي نعاودو النمره، اللي بغى شي حاجه كما قلتي يعني راه يجي يتصنط، راه بنادم اللي كيبغي راه يتصنط ويتوى على راسه، يعني كلها شي حاجه شي ديفو ولا شي حاجه ماشي ماشي هذيك راه كنقولوها للناس. اه راه اللي فيها اللي فيها اللي فيه طير مريضر ما كان بيهم. بالنسبه للنمره اخويا هادي 066 53 58 76 اللي بغى شي حاجه النمره والله ما يسال الجامع. الله يهدي خويا هادي. ولا قول لي واخا يكون مكاوي راه القضيه مزيانه لي. هو ناوي معايا المعقول، انا راه حيت مرضي لوالدي كيجيب لي الله بصحة والدي. أربعة وستين اللي بغى شي حاجه النمره والله ما يسال الجامع. خويا راه كتقدم قبل رمضان في المسابقه، هذا هو كان تقدم في المسابقه. بالنسبه للنمره راه قلناها، اللي بغى شي حاجه النمره والله ما يسال الجامع. الله يحفظك ابو محمد. الله يحفظك. شكرا خويا ادم، خير صحه علينا وعليك. الله يحفظك. انا خويا جمال خويا اللهم بارك. هذا راه خضر، جابوا لنا شي حبابه خويا كيقولوا عليه عبد. هذا راه ما عرفتش كيبان مزيان في الكاميرا ولا لا. خويا واضح خضر اللهم بارك. مباشره خيو دابا هذا واش لونه هكا ولا لونه كيكون بحال هكا في الحاره. هذا من الطبيعه هكا.
واحد النوع حبك تفضل السكورة اسمع السكورة 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 قدر فهمت؟ أنا بحال الخضرين السكورة كندير معاك كيف نمشي مخضرين أنا السكورة كاملة أنا كيكون خضر هكا في الطبيعة كيكون ولد كيكون كحال نحد وكيكبر هو كيبدا يخضر راه مسدرو راه مسدرو هذا الثمن ديالو شحال كيبقى؟ هذا كيبقى 700 الثمن ديالو هو 700 لا قابل التفاوض قابل التفاوض هذا طويار اخويا هذا واش كاي ولا مشيو؟ كرد كرد 100% اخويا كرد ابين الوطو هذا اخويا بالنسبة لهنايا الوطو هذاك خويا هذا شهر 11 12 12 شهر 11 الثمن ديالو شحال؟ 350 هذاك 350 بالنسبة للنمرة؟ داوي صيف 07 04 68 24 59 اخويا 59 اللي هو شي حاجة النمرة؟ راه ما كاين اخويا يعني راه كاين اللي هو شي حاجة الله يحفظ خويا هذا الله يسر خير سلام الله يحفظك الله يبارك بالنسبة لهذا هذا جدار اخويا عنده عامين هذا جدار عنده عامين هذا جدار كاش جدار جمول بدال انا باقي خضر مافيهش خدام مكري هذا فيش منه مكري الثمن ديالو شحال؟ الثمن هو 600 بالنسبة لهذا هذا ديال الشباب بالنسبه للنمره 77 92 77 93 67 77 96 اللي بغى شي حاجه النمره ولا ما يسال جامع الله يحفظك 97 اللهم يسال كنموت على المليح والله هذا انا خوت باع ب 2000 درهم واش ما بعتوش انا باع واحد السيد عنده بحاله انا راه هذا الاخر ديالو 1500 درهم يعني هذا الشام الاخر ديالو 1500 درهم اللي غيعيط لا ما يبقى يتساوى معايا عيط تساوى معايا نقطع عليه باغي باغي عيط ليا يقول لي خدي الطايح هذا راه كما الثمن الاخر ديالو 1500 قرا عنده عامين حفاظه في ديف واحد كان فيه كيدور على الديانه ما بقاش كيدور على الديانه يعني كان فيه الديف هو كيدور على الديانه كان كيدور على الديانه ديالو حقاش مولاه اللي مرويه كان مغطي فاش حيد فيه الطاول اللي تبان وراه التيوات ولا شي عرف راسو راه خاصو يرجع للجواز ما يهزش على راسو يعني هو الديفو اللي كان فيه كان كيدور على كان كيدور على راسو راه قد زيتو راه كاع ناتفه كاع مهرسه كان كان ما ناتفش الديانه ديالو وراه في واحد الجماليه اخرى كيفاش كاين الناس كيلعبوا هنا وكا وداكشي اللهم بارك يعني الدار تا هو ملي كيهبط السلام وكي الكلام اللي كيضرب فيه الطير كيولي ضاربو مضروب كاين اللي كيجبد فيه الحصان كاين اللي ما كيجبدش الحصان الطير البيبان والطلوبات راه اللهم بارك بالنسبة للحصان قلنا كاينين في الخزان في الخزان هذا راه قلنا عنده عامين الثمن ديالو هو 1500 اللي غيعيط غيعيط يقول لي عادي خديه من عندك طيب سيبقى ديالو كان يزرع سيوني جيني يعني الله خاطر يعني اللي بغاه في اي مدينه خويا عادي شغل تصيفط له تصيفط له فلوس تصيفط له الطير مدينه تصيفط في اي مدينه كاين واحد خويا اخرى دار اللهم بارك خاصنا نبعدو من هذا عاد باش نصيفطو يعني انا غنجبدوه خلي غنجبدوه هذا كيف يعني هو حفاظة في كرابلي اللي بقى الشطورة كاين الشطورة اشمينة ديال المقاني من اش كيبداو اخويا هادي اللي عندك شالي خويا ما عنديش رخيص ليه مابقاش عندي ما كاينش عندي حتى المقاني لا ما كاينش شي 4 المقاني 6 المقاني هو اللي عندي في المحل المحل يعني هما اخرهم بيوع يلا باغي نصيفطو لهم
شراب ماشي ديال الخدمة راه ما طايش بزاف طاير الملهي لكن كان صندوري راه ما طايش بزاف على قبل الخدمة يقدر يخدم مع المقني الكانار ما يخدمش المهم نحيدوا هذا ونسجلوا الاخوان الطيار هذا المدور ان شاء الله بالنسبة لهذا خويا هذا قلنا راه مبغاش يدوي هنا مع السوق ياك يعني هذا راه مولف الصداع والهضره مولف الطاجيش المهم طير غداوي الطاشية راه كيكوي عطاها هو راه ما تعبش خويا ما حفاظها إمداديات فيه كلام اللهم بارك هذا شحال عنده؟ فيه شي عيوبات ولكن فيه كلام هذا قرع ونعم قرع ونعم هذا الثمن ديالو شحال كيبقى؟ الثمن باقي خويا أنا يلا شي تسلط ليه يعني باغي تسلط طاير أنت تسلط طاير مزيان بالنسبة للنمرة خويا عادي؟ 67 53 58 76 اللي بغى شي حاجه النمره ولا ما يسير الجامع يعني محظور باقي غنسجل الطويرة اه مرحبا الله يحفظك خويا هادي صافي العين ديالنا لا والو كاين لا لي سباس عندهم جينات فاضي راه لا لا انا عطيتك كما مشروع سمير تا هو كي عطيتك كما كاين هادي شنو؟ إذا حطيتي تسمع إذا حطيتي كتسمع كترتاح هاهو زوينين 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 أما أنا ولا شحال عندو هذا؟ أربع سنين وشهرين أربع سنين وشهرين طلع لي واخا من الفوق بلا ما بالنسبة للنمرة 67 31 73 38 اللي بغى شي حاجة النمرة ولا ما يسل الجامع كدا قلت شي لي فوق هذا عاد عليه وزوميش
شحال عندك الاخوان اللي كيسولوا على الاشاش اللهم بارك. السلام عليكم. الله يحفظك. بالنسبه هنا قلنا كاين جمو ديال الاشياء. جمو ديال الاشياء كيكون مدرق. هذا مدرق من الله. مدخل. هادو اشمنه ديالهم شحال؟ وهذا 13 درهم بياسه. هذا شحال هذا؟ هذا 20 درهم بياسه. 20 الجمله شحال ديال؟ 15 درهم. كون 10 الفوق. 10 الفوق كتاخذهم 15. بياسه 13. بياسه 20. بياسه 20 هذا اللي قلنا 13. هذا 13 درهم بياسه، 12 درهم جمله. 12 درهم 10 بياسات. 10 الفوق. بالنسبه للنمره؟ 76 73 77 60 13. بالنسبه اللي كيبغي بامكانيه الارسال؟ ماشي مشكل. كتزاد عليه شي حاجه ولا لا؟ كتزاد عليه هو ممكن من 10 الفوق. من 10 الفوق تقدر تصيفطهم ليه يعني ما كاين لا ما غتزاد عليك والو غير الفلوس الكار. فلوس الكار. الله يحفظك الله يسر. اخويا مصطفى خير؟ صحه. الله يحفظك اللهم بارك. هذا الجديد اخويا مصطفى. هذا غراب. هذا ذكية ولا نشيو؟ ذكية. هذا مدريسي كلشي. هذا بالنسبة للماكلة ديالو خويا مصطفى؟ الماكلة ديالو كروكات، الكبدة ديال الدجاج، عطيتو ذكية. بالنسبة لهذا قلت لي قبل ما نصورو قلت لي راه كاين الطيارة الحرة خويا مصطفى. يعني إذا طلقوا يدور ويجي. الثمن ديالو شحال كيبقى؟ 1200. الثمن ديالو هو 1200. العمر ديالو تقريبا شحال يكون عنده؟ العمر ديالو يكون عنده شي عامين. هذا غيكون عنده شي عامين. هذا راه تكير. هذا الكبير ماشي ديال البلاد ياك خويا. يعني هو راه كيكونوا فيه جوج، كيكون هذا اللي كبير من قارو كبير عين كهله، كيكون الاخر اللي عين زرقاء ياك. عين زرقاء. ديال الباساج هذاك حتى هو، هذا كاين اللي كيدخل حتى هو الباساج وكاين ديال البلاد. ديال البلاد، يعني بحال المغنين حتى هو تقريبا. المقنين هذا راه قلنا الثمن ديالو هو 1200 راه تقريبا قلنا عنده عامين. هذا باش كاين نبداو نشمي هنا بالنسبه للشي حموميه. هذيك راه كلام هذا الثمن ديالو شحال كيبقى؟ هذي 800 درهم. 800 درهم يعني تيتسنى. تيتسنى. بالنسبه للوطوات؟ سناوي. سناوي الثمن ديالو شحال؟ 700 درهم. 700 درهم ودلوش. ودلوش. يعني غنحاولوا نديروا فيديو خفيف ياك خويا مصطفى. بالنسبه لهنايا هادو 90 درهم. هذا 90 درهم. حسنيه حداد ميكال كيجي. يعني هذه تجي فيها الحسنيه الحداد. ها بالنسبه راه كاين قفوزه، راه كاين قفوزه من غيره. 90 درهم. هذه 90 درهم. باقي نقي. بالنسبه راه كاين جداد هادو اللي في الميكال.
هذو 70 درهم. هذو 70 درهم. كيما اللي ابو الحناء اخويا مصطفى. هذا ما كانش هو ياك خويا. هذا راه دار 400. دار 400. ابو الحناء. هذا هضرت شو كيفاش كتكون اخويا مصطفى؟ لا مو زوين. فيه زوين قريب. بالنسبة للجباح تقريبا وجهه. ما كاينش جباح بزاف ماشي بحال الحسن. يعني الجباح كيكون من داير واحد شوية. هذا ذكية. هي راه من الاصعب الفراق باش تعرف تكمل شويه. كاين لا قلت لك زعما كاين هي من صعيبه حاجه هما كيتشابوا ماشي بحال الطيط نوار. الثمن ديالو شحال هذا؟ 300 درهم. 300 درهم بالنسبه لهنايا كاين طائر تشين. طائر تشين او طيط نوار. طيط نوار. الثمن ديالو شحال؟ هذاك 205. 205. بالنسبه للقناه شو؟ 170. 170. وطواط اخويا مصطفى منا الشريم وطواط منا الشريم كان اشمينه وطواط هذا 600 درهم هنا وطواط منا اش كيبداو في الثمن ديالهم شحال 200 درهم 150 من 150 وانت طالع كان طايح شي واحد اللي فهمتيني خلوي جدر عنده ديك الشهور ولا اربع شهور نديرو ليه 150 يعني راه كاين شي دعم من 150 درهم وانت طالع دابا الخلاوه ما كنشدوش كاع مرة ولا ما كان شي واحد قريب 70 درهم بالنسبة للعصفور العصفور كاين عصافير قدام كاين 200 كاين 250 150 من 150 وانت طالع بالنسبة للبيو البيو 170 البيو 170 درهم هو قديم بالنسبة للعقاق العقاق اخويا هذا 600 600 هذا الخير ولا نشيو؟ الخير كاين هاد الكوكلة ديال اليمام راه مولدة لفها مرحبا هذا الثمن ديالها شحال؟ 800 درهم 800 درهم واش هذه اللي فرقتني شحال؟ فرقات هنا اللهم بارك هذه راه عقلنا عليها من نهار اللي دخلت هنا هذيك الساعه اللي اللهم بارك كيكا بيضاي ما شاء الله تبارك الله يعني بالنسبه لهنا هاد القامات شواش هادو؟ هادو 80 درهم لواحد 80 خنيفره هادو مزونين ولا خلاوه؟ مزونين وخنيفره خنيفرة الكلام يعني الكلام شي حاجة ما نهضروش يعني ملي كديرو خنيفرة كيكون زوين سبحان الله بالنسبة للولوان هذاك 400 درهم الولوان 400 درهم قامة شواش قلنا 170 ابتداء من 80 درهم وانت طالع هنايا البانسو ديال اوروبا 400 درهم حدا واحد شحال اخويا مصطفى منا الشريف حدا واحد اخويا هذاك 170 درهم 170 هما مناش كيبداو الثمن ديالهم شاري كاين يا 150 300 400 يعني من 100 درهم وانت طالع على حساب الكلاب هنا قلنا هذه كوب ديال الطيط نوار غير خو 15 شحال داير هذه 600 درهم الاولاول منين شالين الاولاول كيبداو من 200 درهم وطالع من 200 درهم وانت طالع هنا خويا مصطفى القانم كاين هذا 600 درهم كاين هذاك 700 درهم هادو قرع هذا اصلو جدر وهذاك قرع هذا قرع هذا اصلو جدر ميسو طاب يا خويا ميسو كونستان هذاك 700 درهم هذا 700 الكلام شنو الكلام؟ بالنسبة للكناراش كاين الثمن ديالو شحال؟ هذا 170 هنايا هذا 200 درهم ماشي مساشا كيما ليا كاين مساشا اللهم بارك خويا مصطفى مساشا مناش كيبداو شارين؟ من تيوا بالنسبة لنا شوال اش كتخدم اخويا مصطفى؟ البيضات وكل الوليدات حقا وتعلموا من الماكلة يعني هي راه كتخدم بحال كتخدم بحال الفرملية الفرملية تقدر تحضر لك على البيض يعني بالنسبة للمساشة قلنا مناش كيبداو شارين؟ هكا تجي الصور 400 درهم هما الأزمنة ديالهم مناش كيبداو شارين؟ على حسب تقريبا 100 وغادي يعني من 400 درهم وأنت طالع المقانن هنا؟ تاوي تاوي الثمن ديالهم شحال؟ هادو كاين 300 درهم كاين 250 كاين 200 كاين 200 بالنسبة للجحمومية؟ 400 درهم أنا راه كاين اللهم بارك كاين طويراش حاولنا نديرو واحد الفيديو اللي غيكون مختصر بالنسبة للهسانية باقا ولا والو؟ الهسانية ما كايناش هاد السيمانة ولكن السيمانة أخرى راه كاين ما كاينش شي واحد يولد العش ولا؟ لا والله
ثلاث شي واحدين كبار ولاد العشوار الولد الاخر اللي كان عندي باش يعني اخر ولد رشبان غيكون ضروري يكون ها بالنسبه للنمره اخويا مصطفى 77 84 54 94 بالنسبه راه كاينين حتى القبوزه كاين العدد واش كاين فيهم الجمله هذو اخويا مصطفى ولا موجود اللي بغا فيهم الجمله ما كاين مشكل الجمله شحال اليوم مع ثمن 60 الجملة الثمن ديالهم هو 60 درهم نشوفو خبز راه هو اللي على برا ياك خويا نصطاد انا راه هو هذا يسو مقلين اي حاجة خبز هو هذا راه تبارك الله راه الكبورية راه كبير يجي في تحت هذا البياس اللي بغا الفراد شحال الثمن ديالو بحال هكا الواحد 70 درهم 70 درهم الجملة 60 درهم يعني الجملة كتقص واحد 10 درهم القبابي اللي بغا كيلو جوج ثلاثة مرحبا يعني اللي بغى العدد كاين العدد هنا كم شحال هنا الكيلو كيلو 300 درهم كيلو 300 كيلو 1000 اللي بغى نص كيلو ولا هذا راه ماشي مشكل يعني دابا نص كيلو واش كيكون حتى هو النص ديال 150 ها لا يعني ما حدو كينقص وهو كيلو نص كيلو ب 200 درهم نص كيلو ب 200 كيلو ب 300 راه هذا راه ب 100 درهم راه ب 100 ها بالنسبه لله مبارك نعاود النمره اخويا مصطفى 74 84 54 94 اللي بغى شي حاجه النمره اللهم يسهل الجامع كبير ياك انت هادو شحال فيهم؟ فيهم واقيلا ثلاثه على اربعه يعني هادو فيهم العبارات يعني فيهم العبارات اللي بغاو الثمن ديالهم شحال؟ 70 درهم نعاود النمره اخويا مصطفى 74 84 54 54 اللي بغى شي حاجه النمره والله ما يسال الجامع الله يحفظك خويا مصطفى.